السلام عليكم، انا الاسم ديالي اللوزي بشعيب من الجاليه، مقيم بين ايطاليا وفرنسا من سنه 1991 الى يومنا هذا. جيت لهاد الجريده اللي الاسم ديالها جريده اسواق باش تنقل الصوت ديالي الى المسؤولين باش يحاولوا يساعدوني في استرجاع ما اخذ مني. يعني انا سبقني انخرطت في سنه 1997 في واحد الوداديه كاينه في مدينه بوزنيقه، الاسم ديالها وداديه الشاطئ، والرئيس ديال الاسم ديالو علالي رضوان، وحنا كنا اكثر من 90 ديال الناس اللي معظم ديالنا من المنخرطين، المعظم ديال الناس المنخرطين من الجاليه، كاين اللي عايش في اوروبا، كاين اللي عايش في الامارات والسعوديه. هذا السيد اللي هو علالي رضوان اللي رئيس الوداديه استغل غياب ديالنا، احنا عدد كبير من الجاليه، وبعت جزيئه في سنه 2006 كما كيقول هويا، كما يدعي هو، قال باللي تجزئه باعه بدون حضور اي احد من المنخرطين، والعدد ديالنا كان ما يزيد على 90 ديال الناس. وفي هذه الجزئه هنا عدد المنخرطين دفعنا في هذه الجزئه ما يزيد على 860 مليون سنتيم، وكاين الوثائق. الوقت اللي سمعنا هذا السيد اللي هو رئيس الوداديه باع التجزئه ديالنا بدون الحضور ديالنا، التجأنا الى القضاء مدينه بن سليمان اللي حنا كنتمولها، والتجزئه هذه موجوده في مدينه بوزنيقه، والاسم ديالها كانت وداديه الشاطئ. ملي هذا السيد هذا سمعنا باللي باع التجزئه بدون الحضور ديالنا، التجأنا الى القضاء، لكن القضاء الله اعلم حكم في صالح الشركه المتراميه سنه 2009، هذا هو الحكم الابتدائي الصادر سنه 2009 في صالح الشركه المتراميه، وهذا حكم الاستئناف سنه 2011 حتى هو يصادر في صالح الشركه المتراميه. سنه 2011 ملي صدر الحكم في صالح الشركه المتراميه، التجأت انا وبعض الناس الى المجلس الاعلى الكائن هنا بالرباط، وكانت القناه الثانيه حاضره وصورت معي داخل المجلس الاعلى، والقاضي لما اطلع على الاحكام اللي هي حكم الابتدائي وحكم الاستئناف اللي هو صادر في صالح الشركه المتراميه، لما اطلع على الاحكام الابتدائيه والاستئناف اعترف بان هذا البيع نصب احتيال وعدم تنفيذ عقد، هكذا قال القاضي الذي طلع على الاحكام، اعترف بان هذا البيع كان نصب واحتيال وعدم تنفيذ عقد، ووعدنا بفتح تحقيق فيما تعرضنا له من نصب احتيال، كان هذا سنة 2011، وهذه هي الشكاية التي تقدمت بها، ها هي تحميل رقم 11 على 1153 سنة 2011، ها هي. وهذا عدد المنخرطين اللي كنا انخرطنا في هذه الودادية اللي الاسم ديالها ودادية الشاطئ الكائنة بمدينة بوزنيقة. الأغلب إذا الناس المنخرطين كنا من الجالية من أوروبا، وكاين بعض المنخرطين يشتغلون في الامارات وفي الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه. هذا هو عدد المنخرطين، كنا ما يزيد على 90 ديال الناس. هذو هما الناس اللي كنا منخرطين، وعدد الشكايات التي تقدمت بها من سنه 2011 لما محكمه الاستئناف بالدار البيضاء حكمت حكما في صالح الشركه المتراميه، التجأ إلى عدة مؤسسات منها مؤسسة الحسن الثاني، ديوان المظالم، شكايات كثيرة عبر القنصلية من مارسيليا ومن برشلونة إلى وزارة العدل، لكن لا أحد يجيبني إلى حد اليوم. اليوم 17/12/2018. هذه شكاية، وهذا الأحكام الابتدائية والاستئناف، وهذا تقييد الاحتياطي الذي تقدمت به أنا وبعض الناس من الجالية، تقييد احتياطي تقدمنا به سنة 2007 لما سمعنا بخبر بيع التجزئة بدون حضورنا. هذا تقييد احتياطي تقدمنا به إلى المحافظة العقارية بإقليم بن سليمان الذي ننتمو له، وهذا تصميم ديال البقعة التي انخرطت فيها، هذا تصميم البقعة التي انخرطت فيها. وتوفى منا واحد السيد قضى الحياة ديالو في هولندا، كان دائما كثير التردد على وزارة العدل، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى، وكثيرا ما كان يتعرض إلى الطرد، لم يتحمل وتوفي سنة 2009 أو 2010، قضى كل حياته في هولندا. يعني تقدمنا بعدة شكايات لكن لا أحد يجيبنا. سنة 2012 قابلت السيد وزير العدل في وزارة العدل بعد انتظار طويل تقريبا أكثر من شهر
جيت باش نقضي العطله ديالي هنا في المغرب، وتقدمت بشكايه للسيد وزير العدل قصد انصافي، كان هذا سنه 2012. بعد شهر من الانتظار قابلته وعرضت عليه كل ما تعرضنا له من نصب واحتيال، وعرضت عليه كل الاحكام والشكايات، وكان عدده كبير، ووعدني بفتح تحقيق. لحد الساعه لم نتوصل باي رد. وطالب جلاله الملك محمد السادس نصره الله بان يساعدنا بفتح تحقيق فيما تعرضنا له من نصب واحتيال. نحن عدد كبير من المنخرطين، ومنا من اشتغل في فرنسا اكثر من 45 سنه، ومنهم الاخ ديالي. أطالب بهذه المناسبة جلالة الملك محمد السادس ونيابة عن كل أعضاء المنخرطين في هذه الودادية التي دفعنا فيها ما يزيد على 860 مليون سنتيم. أطالب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بفتح تحقيق فيما تعرضنا له من نصب واحتيال. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.